كن للناس غيثا في المحن. ما الخير ما تفسيره فعل به قلبي اطمأن. للخير أشكال كثر كف الأذى طيب الأثر. بنصيحة علم بنا أو بسمة ملء الثغر. والرزق أحيانا يكون ابنا أبا أما حنون. في راحة في صحة ما كان في شكل ولا كلهم بالعطاء. لن يصبح الفقر وباء. فالجود من كف البشر والفضل من رب السماء. كم من فقير معدمي وغني نفس منعمي. يؤتى برزق طيب يعطي بكل تكرمي. من نحن من إن لم نكن للناس غيثا في المحن. ما الخير ما تفسيره فعل به قلبي اطمأن. قصص كثيرة ومثيرة تروى من وراء القضبان. مذنبون أو أبرياء، أخطاء صغيرة أو كبيرة، لمدة طويلة أو قصيرة، هم في السجن. لكل إنسان حق أن يحيا في ظروف آدمية حتى وإن كان في سجن. يستحقون فرصة، يتعلمون منها، ينهضون فيها وبعدها. فكيف نمهد لهم حياة جديدة؟ السلام عليكم. السلام. ما شاء الله. مكان نومهم هني. يعني هو ما عنده لحاف. ولا عنده يعني الغطاء اللي يتغطى فيه. ولا عنده حتى مخدة اللي يحط راسه عليه. المفروض الأساسيات هذه. والفراش هذا على كلامك إنه يكمل 8 سنوات ما تغير. وفي بعضهم ينامون يعني بدون فراش. وفي بعضهم 2 في مكان واحد. الله يعين. من السبورة هذه إن في بعض الشروط المفروض على كل طالب. هي
الحين هم يسوون العشاء، طبعا هم اللي يطبخونها بمرقة مرق وهالفاصوليا. هذا اعتقد الرز بس رايك يا هذا الاكل العيش يعني ارز سيفان صحيح ارز نعم ايوه حد نتغدى اليوم معاكم ان شاء الله ان شاء الله. في هذا المركز يوجد 320 طفل أو شاب، وعندهم فقط 3 حمامات. لو كل واحد منهم استخدم الحمام تقريبا 5 دقائق، تخيلوا الباقيين متى راح يدخلون هذا الحمام وكم راح ينتظرون. يعني انتم مو متخيلين الريحة كيف، حتى باب للحمام ما في. ما أعرف كيف الواحد منهم ممكن ياخذ خصوصيته. خلال الفترة الجاية بيكون لهم حمام كبير نظيف جديد إن شاء الله. في هالمكان يعيدون تأهيل الشباب، يعني واحدة من الأشياء اللي موجودة هي الخياطة. الجميل في هالمركز يعني اللبس اللي يلبسونه الطلاب في الفترة اللي يقضونها هني في المركز هم نفسهم يخيطونه. يعني الحين هو يشتغل ما عنده حذاء ولا عنده القفاز ولا عنده اللبس الصالح إن المفروض يشتغل فيه، لأن حتى النار كانت تروح على رجله، يعني ما أدري هم كيف متحملين. Oh, oh, oh.
فتحنا مشروع بسيط لمجموعة من الشباب الذين خرجوا من الأحداث كدعم لهم ولتوفير دخل لعوائلهم، وليشغلوا وقتهم بعمل ينفعهم في هذه الفترة. السلام عليكم. Which song? Which one? Salatun. Salatun? Islamic. Yeah, Islamic song. Islamic song. Yeah, all right. المسجونين هني بمجموعة أحكام، منها سرقة، منها عصابات، منها مخدرات I think. أو جرائم. Thank you. Thank you. Is this a hotel or what? Not a hotel. This is a jail. هذا واحد من السجون ما شاء الله بس خمس نجوم. Where are we going now? Workshop automotive motorcycle. Motorcycle workshop. ورشة تعليم صيانة الدراجات من أهم الأفكار في المؤسسات الإصلاحية والعقابية، أن يطلع إنسان منتج عنده حرفة عنده مهنة نفس هذه اللي تقدمها هوندا. هوندا ترعى هذا المكان، كل يوم سبت يكون في مدرب ومسؤول من هوندا يدرب اللي في المؤسسة الشباب، وفي النهاية يطلع أما يسوق دراج أو يصلح دراجات، يكون عنده ورشة، أو ممكن في المستقبل يكون عنده مصنع كبير خاص بالدراجات، فمنها أنه يقضي العقوبة اللي عليه، ومنها أنه يكون صاحب حرفة جميلة للي يحب يرعى واللي يحب يدعم في المؤسسات الإصلاحية والعقابية. السلام عليكم، كيف حالك؟ الحمد لله. لماذا دخلت السجن؟ حكم إرهاب. حكم إرهاب، بماذا؟ ماذا فعلت؟ موت؟ قتلت حد؟ نعم. الله يعين. أنت نادم على ما فعلته؟ من كم سنة أنت هنا؟ إحنا سنة. من سنتين؟ نعم. متى تنتهي مدة السجن؟ سنة. بعد سنة؟ نعم. يلا الله يكتب لك الخير. طيب يعني هل درست؟ هل علموك؟ القرآن. أيوة. هنا تعلم اللغة العربية. تتعلم اللغة العربية والقرآن هنا. نحن جئنا لكي نساعدك ونقف معك إن شاء الله. اختر واحدة افتحها. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. فهمت ماذا تقول الورقة؟ هذا المبلغ سوف يكون عند إدارة السجن، عندما تخرج بعد سنة إن شاء الله سوف يكون لك هذا المشروع عشان تساعد في أهلك، تساعد في نفسك، ولا تعود لما كنت عليه في السابق من الأعمال الإرهابية. الله يبعدنا ويبعدك عنها. طيب؟ طالب العلم. طالب العلم؟ تريد أن تكمل دراستك؟ إن شاء الله. طيب، ضع هذا الكرت عندك. عندما تخرج من السجن إن شاء الله، أو من الإصلاحية هذه إن شاء الله، سوف نساعدك أو إن شاء الله نتكفل في دراستك. الشرط الذي بيننا أن لا تعود لما كنت عليه في السابق. الله يكتب لك الخير، نلتقي على خير إن شاء الله.
عيادة الأسنان اللي يشوفها يقول ما شاء الله عندهم عيادة، لكن للأسف هذا الجهاز من 20 سنة والحين ما يشتغل، مكسور. فاللي يعالجونه فقط يعطونه مسكنات، لكن كعلاج للقلع أو الحشوة أو العصب المفروض يروح لمكان ثاني. نأخذ لها صورة. ما شاء الله وصل الجديد. كيف يشتغل؟ هاي دكتور، how are you؟ خلينا نجربه، يطلع ينزل. أيوة. طب أوكي، can I try this one؟ yeah. أيوة. أو في ماي، أنا شغلت الماي. هذه عذبتنا والله. الحين اعتقد يقدرون يعني النزلاء هني يتعالجون في هالمكان بدون ما يطلعون برا. هلو، هاو ار يو؟ كنا بابي سادي سني كارنا قضية ضرب. دياجير بسني؟ دياجير كيف كجياتن تعلمت الرسم والخياطة، هل اللي فهمته؟ أوكي. كتادي سني بنتو كواردر سني برمن ساعت إني هدية. أوكي يلا، الله يبارك لك. اللي جالس عندي هو شاب يتيم، الله يبارك له، و ان شاء الله يرد لاهله وعنده مشروع يناسبه ويناسبهم. الله يبارك فيك. سموكو الله. امين. مطر. الله يبارك. التدريس هني عن بعد، فإن شاء الله بنحاول نوفر لهم كل احتياجاتهم الخاصة بالتدريس، وإن شاء الله يطلع من هذا الجيل ناس تفيد المجتمع، وإن شاء الله هذه الأجهزة تساعده أنه يكون شيء في المستقبل كبير. السلام عليكم. كيف حالك؟ كان تاتي سني؟ اوكي. يعني انت ساعدت في اخفاء جريمة صديقة. كمون يسار؟ مون يسار؟ اوكي. ام بيانو ابا؟ ستلا؟ ودك تساعد امك وابوك؟ لبي كراش؟ يعني انت حاس ان انت خذلت اهلك فتبي تسعدهم باي طريقه. بابا ادا سلمينا. ابوك متوفي، يعني انت من الايتام. الله يبارك فيك. عنك بالين بسار؟ انا كدوه. ada lagi yang lebih besar atas. انت الابن الثاني، وانت الحين المفروض تساعد اهلك. طيب كنت سيني بانتو اللي ساتو بوكا، هذا جزء من المبلغ راح يكون عند إدارة الإصلاحية أو السجن. إن شاء الله لما تأخذ إفراج راح يعطونك إياه، وتأخذ المبلغ الكامل اللي وعدينك فيه، تفتح مشروع لك ولعائلتك. يا يا سيريس. الله يبارك لك إن شاء الله، وتطلع من هنا إن شاء الله في يوم من الأيام نزورك تكون شخص كبير كبير نفس هالشجرة ومثمرة للخير والشيء الجميل اللي يفيدك ويفيد مجتمعك. شكراً.
هذا مكان الرياضة، عندهم نص ملعب شكل جميل لكن من حيث الاستخدام صفر، لأن ما في كور، ما في مستلزمات اللي تساعدهم إنه يتمرنون أو يلعبون، وما في حتى سلة هذه اللي يلعبون فيها. تعاني الكثير من السجون أوضاعا إنسانية صعبة، بعضها لا يلبي أبسط الحاجات المعيشية اليومية. نحن أهلنا عددا من السجون وتكفلنا بعدد من المسجونين وفتحنا باب تبرع جديد لتحسين أوضاعهم ودعم أسرهم. أنتم يمكنكم أن تدعموهم وتمنحوا عوائلهم السند الذي يحتاجونه. كونوا جزءا من مبادراتنا وساهموا معنا في تقليل الفقر في العالم.